معايا الأستاذ جمال زهيري، طبعا الناقد الرياضي الكبير. أستاذ جمال، برحب بيك. اهلا بيك يا استاذ اسلام، ازي أخبار حضرتك؟ حضرتك إيه؟ كويس؟ مبروك للاهلي ومصر كلها. طبعا مبروك طبعا الله يخليك فعلا. للنادي الأهلي طبعا وللكرة طبعا المصرية والمنتخب كمان امبارح. والمنتخب طبعا كمان تأكد خلاص من تأهله لنهائيات الأمم الأفريقية، ويا رب كده انتصارات وافراح باذن الله على طول ان شاء الله، باذن الله. ان شاء الله. استاذ جمال، يعني كنت بعرض من شويه فيديو للمايسترو صالح سليم نعم. اثناء جلسته مع اللاعبين قبل احد المباريات المهمه. كان بيقول فيه كلام ومعاني افتقدناها في خلال السنوات الاخيره في ملاعبنا بشكل عام. في نفس الوقت خلال الفتره الاخيره بدأت تظهر ظاهرة غريبة جدا، ان بعض اللاعبين في الأندية واثناء احتفالاتهم بدأوا بيرددوا هتافات مسيئة ممكن بتتردد في المدرجات. صالح سليم كان بيقول للعيبة من شوية، او يعني في الفيديو اللي عرضناه من شوية، ان اللي يشتمك ما تردش عليه وركزوا في الملعب، واحنا خدامين الحكام ومحدش يعترض. والاسماء اللي كانت قاعده، مش عارف حضرتك شفت الفيديو ولا لا؟ الفيديو ده انا يعني عارفه قبل كده. كان في حسام ابراهيم وثابت البطل ورضا عبد العال ومحمود ابو الدق، يعني كل الاسماء هو الكبيره. فيديو شهير يعني، فيديو شهير جدا يعني. لكن ده يعني قصدنا ان احنا نعرضه، لأن تاريخ صالح سليم بيستمر وهيستمر بسبب اللي هو كان بيعمله يا أستاذ جمال طبعا طبعا. في ترسيخ المفاهيم. لا أنت كنت بتقول لي بقى يا أستاذ إسلام إنه في لعيبة، هل في بالظبط موقف مؤخرا حصل يعني بخصوص ال، لا أنا بتكلم بتكلم بشكل عام، بشكل عام بشكل عام فيما يخص احتفالات اللاعبين وترديدهم لبعض الهتافات اللي ممكن تكون مسيئة. ممكن الجمهور يعملها، اهو ماشي، ممكن وان كان التجاوز غير مقبول يعني، طبعا لكن هو لا ما حدش بيقبل التجاوز ابدا كمبدأ عام يعني، لانه المفروض انه زي ما حتى جه في الفيديو بتاع كابتن صالح، انت عشان تكسب لازم تكون مركز جدا، فتعزل نفسك عن كل الأشياء خارج المستطيل الأخضر. يعني أنا بيتهيألي الفيديو كان الهدف منه هو كده، إنه اللاعب لو ركز، اللاعب لو حتى لعيب تاني منافس ضربه أو حاول إن هو يخرجه عن شعوره، فالوضع الطبيعي جدا إن أنا أتماسك، لأنه ممكن هو يجرني لأخطاء كبيرة تؤدي الى ان انا اخرج عن التركيز بتاعي في المباراه. ويمكن احد اسباب نجاح برضو النادي الاهلي في مباراته الاخيره امام الوداد في استاد مركب محمد الخامس في الدار البيضاء، ان لعيبه النادي الاهلي كانت مركزه اكتر على الهدف اللي هي عايزه تحققه من المباراه، وما كانوش صيد سهل لاي محاولات استفزاز من جانب لعيبة الوداد. وده اللي احنا دايما بنحذر لاعبتنا منه، خصوصا مع الفرق اللي هي في شمال افريقيا، اللي هي بتجيد انها تحطك تحت ضغط. يعني ممكن يضربك مثلا في اللعب، يضربك ضربة محدش شايفها، انت تتنرفز فتطلع تضربه في الدماغ كده قدام الناس مثلا براسك ولا بتاع، او تجري وراه او تديله بنيه فالحكم يشوفك، ياخد عقوبه ضدك، ممكن تخسر فرقتك اكتر. فطبعا الوضع الطبيعي انه ده شيء يجب ان يكون قاعده اساسيه موجوده في كل الانديه، مش هقولك على مستوى مصر، لا على مستوى العالم كله، اللي هو التركيز الكامل في المستطيل الأخضر وهدوء الأعصاب، وعارف زي ما بيقولوا إيه يعني، أحيانا بتسمى إن اللاعب
كل ما يبقى عنده يعني مش هقول هدوء كمان او برود، كلاحه في الملعب يعني، وراجل غلس يعني. يعني صعب حد يثيره او صعب حد ان هو يخرجه عن شعوره، كل ما عمل كده كل ما كسب الموقف اكتر يعني. استاذ جمال، شايف المنتخب الوطني يعني بادائه امبارح ممكن ينافس على بطوله افريقيا ولا لا؟ لا هو طبعا لسه بدري جدا على الكلام عن المنافسه، و يعني كل اللي نقدر نقوله ان فيتوريا يعني اعتقد ان هو ماشي بشكل جيد جدا مع منتخب مصر. انا بحس ان هو اولا متواجد، بيحضر المباريات، بيحاول باستمرار ان هو يقدم العناصر جديده ممكن الناس ما تكونش واخده بالها، يعني احنا كنقاد او حتى كمشاهدين لا يتاح لنا ان احنا نشوف كل المباريات وكل اللاعبين. انا بشعر ان هذا الراجل حتى برضه بيفكرني بطريقه كارلوس كيروش في الانتقاء، يعني كارلوس كيروش كان له دور مهم جدا في اكتشاف العديد من اللاعبين اللي احنا يمكن ناس كتيره ما كانتش واخده بالها منهم، زي محمد عبد المنعم، زي عمر كمال عبد الواحد، يعني في مجموعه كده، احمد رفعت، كانوا لعيبه كويسين جدا. واعتقد ان فيتوريا بيكرر التجربه دي وهو معتمد على نفسه تماما، ودي حاجه الى حد كبير تطمنك ان هو ان شاء الله ممكن يكون عنده فهم اكتر لمستويات اللاعبين، وده ممكن يؤدي بينا الى مستوى افضل ان شاء الله. والطبيعي ان منتخب مصر لابد ان يكون على الاقل في المنافسه، يعني انا بشوف ان كيروش رغم الظروف الصعبه اللي كان بيمر بيها والوقت الضيق، خلي بالك كيروش ده كان جاي في توقيت ضيق جدا، وفوجئ ان هو لازم يلعب البطوله العربيه، ولعب البطوله وادى بشكل كويس، وكاس الامم الافريقيه وصل الى المباراه النهائيه، وكان قاب قوسين او ادنى يعني من التتويج. فرغم ده، رغم ان هو جه في توقيت ضيق جدا لدرجه ان احنا كلنا بعد ما كنا بعضنا بيهاجموا كلنا كنا متعاطفين معاه، وقلنا لو كان استمر كان ممكن يبقى مفيد للكره المصريه. لكن خلاص طالما حصل التغيير وجه فيتوريا كان عنده وقت اطول لمتابعه اللاعبين ومتابعه الماتشات دوري والحاجات دي، فبالتالي هو عنده فكره دلوقتي كفايه جدا ان احنا نطلب منه، عنده وقت طويل يعني، ان احنا نطلب منه على الاقل الوصول الى النهائي والمنافسه بقوه على لقب بطوله الامم الافريقيه باذن الله. استاذ جمال الزويري الصحفي الكبير، بشكرك طبعا.